أسبوع جديد وحلقة مليئة بالأحداث والأخبار. نرجس النجار تثير الجدل والشكوك حول علاقتها بمهدي فلان. داكشي اللي في جهدي كله اللي ما تقدر ديرو حتى شي وحدة. سكينة درابيل تعود لخشبة المسرح. رضوان مدير عام لخدمات الترفيه بفيفا. التحقيق مع نورة فتحي في قضية غسيل الأموال. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بالفن. بعد الغموض والجدل الكبير حول حقيقة العلاقة بين مهدي فلان ونرجس الحلاق، قام والده الفنان حسن فلان بحسم الجدل ونشر صورة يوم الرابع من شهر شتنبر الماضي جمعته بحفيدته فنة، معلقا عليها بأنه يشكر الله على حفيدته ويدعو الله أن يحفظها، مؤكدا بذلك الأخبار المتداولة والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي أن فنة هي حفيدته. إلا أنه مساء يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع تفاجأ متابعو نرجس بستوريات نشرتها وهي منهارة بالبكاء، وتظهر عليها الحرقة والألم، تعلن من خلالها العديد من الأسرار حول علاقتها بالمهدي، واعتذرت من الأشخاص القائمين على تنظيم الحفل اللي كان من المفروض غادي يتقام يوم 20 من هذا الشهر من أجل الاحتفال والظهور لأول مرة رفقة زوجها وابنتها كأسرة سعيدة، وقالت أنها كانت ترفض الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة، إلا أن ستوريات نزلتهم بطلب من مهدي دون أن تذكر اسمه، مكتفية فقط بالتلميح له بكلمة الشخص المعني بالأمر. واعترفت بجرأة أن علاقتها بمهدي انتهت، إلا أن عائلة فلان ما رضيتش بها بحسب تعبيرها، وأنها أصبحت حرة طليقة وأنها ضحت كثيرا حتى لا يتم تربية ابنتها دون أب والعيش نفس مصير والدتها. في نفس الوقت بدر مهدي بنشر صورة مع ابنته معلقا عليها بأنه يحبها كثيرا وأن الصورة ستظل ذكرى إلى أن تكبر فنة وتفتح هي الأخرى حساب بالإنستغرام. وحتى تكتمل الصورة في الموضوع، علمنا من مصادر خاصة أن سبب النزاع قديم وأن العلاقة بين مهدي ونرجس تعود لسنة 2013، وأن عائلة مهدي تحفظت أن يرتبط ابنهم من نرجس لأسباب خاصة بقيم ومبادئ الأسرة. وقد صرحت نرجس أنها تلقت عدة رسائل من العائلة تجبرها على الابتعاد عن مهدي كما أشارت، لكنها أصرت على استمرار العلاقة حتى حملت من مهدي دون عقد زواج في الوقت الذي كانت تتواجد بالمغرب، فسافرت إلى كندا وعادت لتعلمهم بخبر حملها، الأمر الذي أثار الشكوك عند العائلة التي طالبتها بإجراء اختبار فحص الأبوة أو الأديان، الاختبار الذي يتطلب إجراءات قانونية كثيرة قبل الإعلان عن النتيجة. في هذا الوقت ازدادت فنة وبشبهها الكبير من والدها تأكد أنها ابنته، لكن كان ما يزال مشكل عقد القران قائما بسبب تأخر ظهور النتيجة من طرف المحكمة، لأنه إجراء ضروري في مثل هذه الحالة قبل عقد القران، وهو ما جعل نرجس تؤجل مرارا موعد الاحتفال. الخميس الماضي ظهرت النتيجة وأكدت النسب بين فنة ومهدي، لكن وبسبب خلافات هامشية أخرى بين الطرفين خرجت نرجس بتلك الستوريات والتي تم تداولها بشكل كبير. وفي أحد تصريحاته الإعلامية سابقا عبر حسن فلان على افتخاره بحفيدته فنة وتكلم على علاقته بنرجس أنها هي علاقة بين أب وابنته. الآراء تتضارب في الموضوع، والأكيد طبعا أننا سنوافيكم بآخر المستجدات. داكشي اللي في جهدي كله اللي ما تقدر ديرو حتى شي وحدة، ودرت انا على وجه بنتي وعلى وجه داك الحب اللي كان ما تمر فيهم والو، ما اعترفوا بوالو. جاني حرام انها تضيعف اب زوين بحاله، بنتي طفله شرعيه بالقانون وبمدونه الاسره، وحاسه براسي متصالحه مع راسي ومتصالحه مع مشكلتي. ندير يعني اسبوع ان شاء الله لبنتي ونفرح بيها. تعود الفنانه سكينه درابيل وبقوه لاستئناف انشطتها الفنيه والمسرحيه بعد توقف كبير بسبب ظروف كورونا. فخلال الأسبوع الماضي تطوعت في مبادرة إنسانية منها في عرض مسرحي عن حب الوطن خاص بالأطفال بالمركب الثقافي بحي برغون بالدار البيضاء. ويوم الخميس من هذا الأسبوع اعتلت خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط رفقة سلة من الفنانين لتقديم عرض جديد من مسرحيات طالب راغب، واللي كان أول عرض افتتاحي لها أكتوبر 2017. تفاصيل أكثر من خلال هذا التصريح. وبالنسبة لتظاهرة اللي كانت نهار
لحد في قاعة المركب الثقافي بدب بلوبلة، فهي عبارة عن مسرحية للأطفال. المسرحية تحت عنوان حب الوطن، فهي مسرحية رفقة فرقة بوادر الثقافية للفنان بهلاوي محمد جاج. فهي مسرحية يعني تتحدث كما قلت لك عن حب الوطن بالنسبة للأطفال، فأنا كنحثوا الأطفال على أنهم يكونوا متفائلين بوطنهم، يبغيوه يخدموه ويقراوه باش يكونوا حتى هما طابع كبير من 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 ولا يبصموا ولا يطبعوا طبعهم الخاص للوطن ويزودوا دائما بالمغرب الحبيب القدام. فهذه كانت مبادرة مني أنا ومبادرة من الفرقة البوادر للثقافة والتربية والفنون، على أنني باش نحضر مع دوك الوليدات ويفرحوا ويسعدوا وينشطوا بدون مقابل مادي طبعا. فاللي كنبغيو هو أننا نرسموا البهجة والسرور والبسمة على الأطفال الصغار وحتى على الآباء ديالهم. على شلة بالنسبة للإكراهات اللي كيواجهها الفنان في ظل هذه الأجواء الحالية من الوباء، فهي إكراهات معنوية ومادية. فالناس اللي مساكن الله يحسن العوال، كل واحد لينا كاملين اللي ما كيكونش عنده شي حاجه الفلوس مخبيها ولا صحيحته باش يخدم، راه فهاد الوباء هذا تاثروا الناس بزاف بزاف وحنا كذلك منهم. فما نكذبش عليك بانه هاد الوباء هذا قلل من بزاف ديال الحوايج، لا في المسرح لا في التلفزه لا في السينما، وحتى الوتيره باش كنا خدامين اكيد تراجعت بواحد الشكل اللي هو كبير. اما الجديد الفني ديال سكينه درابيل هو مسلسل القلب ما يريد في رمضان المقبل مع كبسوله كوميديا سميتها تاكسي العزيزه. دونك هذا هو الجديد ان شاء الله، واكيد عندنا دي كرياسيون مسرحيه ان شاء الله مدعمه من طرف مسرح محمد الخامس وحتى وزاره الثقافه. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إيفانتينو قرر تعيين المنتج المغربي العالمي نادر خياط الملقب برضوان والفائز أيضا بجائزة غرامي مديرا عاما لخدمات الترفيه التابعة لفيفا، وذلك نظرا للحضور القوي لرضوان اللي قرر من خلال صفحته الرسمية بالإنستغرام بالقول: فخور جدا بانضمامي للفيفا بصفتي مسؤول على الإنتاج الفني والإبداع الترفيهي، بدأت قصة جديدة. كما نشر الحساب الرسمي للفيفا أيضا على الإنستغرام صورة لرئيس الاتحاد رفقة رضوان بملعب البيت بقطر خلال المقابلة النهائية من كأس العرب 2021 بين تونس والجزائر، وأشاد بالمنتج العالمي الذي ستستفيد منه فيفا لتقديم خدمات ترفيهية لمحبي كرة القدم. أنتج رضوان خلال مسيرته الفنية العديد من الأغاني تعاون خلالها مع نخبة من المغنيين العالميين أمثال مايكل جاكسون، ليونيل ريتشي، كريستينا أغليرا، الشاب خالد، شاكيرا، ليدي غاغا، جينيفر لوبيز وغيرهم. التحقيقات في قضية غسيل الأموال في الهند والتي تم استدعاؤها إليها للمرة الأولى يوم الخميس 14 أكتوبر الماضي ما تزال مستمرة، حيث تم استدعاء الفنانة المغربية نورة فتحي خلال هذا الأسبوع للتحقيق معها من جديد. واعترفت خلال الاستجواب من طرف الشرطة وبحسب تقارير إعلامية الهندية أنها توصلت بهدايا فاخرة من طرف رجل الأعمال الهندي سوكي شاندرا شيخار وزوجته، من بينها سيارة فاخرة وحقيبة يد من غوتشي وهاتف. وأكدت نورة فتحي أنها لم تتعامل مع المتهم مهنيا إلا بصفته منظم لبعض الحفلات الفنية اللي شاركت فيها بالهند كفنانة، وتقاضت منه أجرها بالكامل. التحقيق مع نورة يتم بصفتها إحدى ضحايا القضية التي أثارت جدل كبير في الهند، خصوصا بعد ارتباطها بعدة مشاهير في بوليود منهم الممثلة السريلانكية المقيمة بالهند أيضا جاكلين فرنانديز، واللي اعترفت بدورها بتلقي هدايا فاخرة جدا من المتهم. ومن بين الفنانين اللي أثرت عليهم الدهاوي القضائية الفنانة دنيا بطمة، نخليكم معها التقرير. بعد صدور الحكم عليها بسنة نافذة من السجن على خلفية قضية حمزة مومبيبي والتي غيرت حياتها منذ استدعائها من طرف فرقة الشرطة القضائية في المغرب والتحقيق معها في الملف الشهير الذي أسقطها في يد العدالة، حكمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة وأسماء أخرى في نفس الملف.
لكنها لم تسجن لأن متابعتها كانت في حالة صراح، وقضيتها ما تزال أمام المحاكم في انتظار المرحلة الأخيرة والتي ستنطق بالحكم النهائي إما البراءة أو السجن، إلا أنه تم سحب جواز سفرها ومنعت من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء فصول القضية، الأمر الذي دفعها إلى البقاء في المغرب رفقة أسرتها وترك حياة الرفاهية التي كانت تعيشها في الخليج. فكل من يتابع دنيا بطمة يعرف أن زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك استطاع أن يدخلها عالم إحياء الأعراس والحفلات في كل الدول الخليجية والمشهورة بإنفاق أموال خيالية على الأعراس واستدعاء أكبر الفنانين لإحياء مناسباتهم. فبدأت دنيا منذ سنة 2017 إحياء أعراس أغنى العائلات الخليجية وتقاضت أجور كبيرة ونافست أكبر الفنانات الخليجيات حتى أصبحت المطربة رقم واحد التي يتهافت عليها المتعاهدون لإحياء الحفلات، رغم أن الطلب كان في الأول على الفنانة أحلام. وفي ظل الأحداث القضائية التي قلبت حياتها رأس على عقب وفي انتظار انتهاء المرحلة الأخيرة من الحكم كي تتمكن من السفر من جديد إلى الإمارات، قررت بطمة استئناف عملها الفني بالمغرب، خصوصا أن الفن بالنسبة لها مشروع مربح وهو مورد رزقها ورزق أسرتها. فبدأت بتنشيط حفلات وأعراس العائلات المغربية الراقية مقابل أجور خيالية، وأثارت الجدل في العديد من الفيديوهات اللي تم نشرها، خصوصا طريقة رقصها اللي شبهها الكثير بالشيخة راكس. وتبينت التعليقات حول تنشيط دنيا بطمة للأعراس من خلال مقاطع المتداولة بين مؤيد ومعارض، ومتأسف على صوتها الذي لم تعد تستعمله في الطلب. وجاء في بعض التعليقات: دارت عليك الوقت وتركتي الغناء الرقي وأصبحت شيخة أعراس، سلت من جلسات والناس ولات كتضرب في الدربوقة وتنكف في العراسات. لم تكتفي دنيا بطمة بإحياء الحفلات والأعراس، إذ التجأت أيضا لعالم الإشهار على طريقة المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، واستثمرت شهرتها في كسب أكبر للمال، واستعملت حسابها في الإنستغرام الذي يتابعها فيها أكثر من 8 مليون متابع للترويج لماركات ومنتجات محلية ودولية مقابل مبالغ مالية ضخمة. قلب ستات سعود أغنية شعبية هادئة للنجمة الصاعدة ليلى المفضلي نزلتها منذ 3 أسابيع على قناتها باليوتيوب وفاقت نسبة 1 مليون مشاهدة. تم تصوير ديكور كليب الأغنية على الطريقة المغربية التقليدية، إلا أنه كاين من بين المعلقين اللي اتهم ليلى بتقليد الفنانة أسماء المنور في كليب عندو الزين. اتصلنا بها وطرحنا عليها مجموعة من الأسئلة من أجل التوضيح، وكان هذا هو جوابها. أنا فرحانة بزاف بزاف على نجاح أغنية قلب ستات سعود. الحمد لله لقات نجاح في المغرب وخارج المغرب في العالم العربي، فرحانة بهذا النجاح. تم تصوير الأغنية في مدينة أصيلة، وصراحة كان كليب مغربي 100% بالقفطان المغربي بالخزانة المغربية، كل شيء كان مغربي 100% اللي عطى لون ثاني للأغنية. واجهت بزاف ديال الإكراهات في المجال الفني، بالأخص من اللي كيكون الإنسان ما معروفش كيتحقر بزاف، رغم أنه خدمت يعني وتعبت على أغاني زوينين وحاولت نوصلهم للناس باش يعاونوني ويوقفوا معايا، وناس بزاف، فكلهم كتلقى مكاينش اللي يعاونك، كاين اللي كيطلع لك فيو ما كيواجبكش. فهذا الشيء خلاني ما نعاودش نطلب من شي حد يعني يعاونني، ورغم انني محتاجه انه الاغاني ديالي يكونوا في برامج يكونوا في قنوات، ف عدم الرد خلاني ما نعاودش نطلب من شي حد المساعدة. أكيد أنني بغى نغني بالأمازيغية، وأكيد بغى نحيي التراث الأمازيغي بالكون ديالي من أصول أمازيغية، فإلا كان إن شاء الله عمل في المستوى ينال إعجاب المغاربة فغنغني بالأمازيغية. الأغنية بعيدة كل البعد على أنه قلت فيديو كليب الفنانة أسماء المنور، احنا حبينا انه الاغنية تكون شعبية 100% بالقفطان المغربي 100% والخزانة المغربية، يعني كان بامكاننا انه نصوروا الفيديو كليب في قاعة حفلات، فكان الاختيار ديالي انه يتصور في خزانة باش تبقى الاغنية المغربية 100%. وصراحة انا ما كنشوفش انه اي واحد صور في خزانة او فراه كيقلد، يعني
هذا شيء من التراث المغربي، يعني ماشي تقليد. مراد حلحو المغني الراب المشهور بالحر وجه خلال هذا الأسبوع سؤال متابعيه عبر حسابه الشخصي بالإنستغرام بخصوص أغنية لازم علينا نصبره اللي سبق ونزلها العام الماضي زهير البهاوي وحققت نسبة 84 مليون مشاهدة. فانشر الحر مقطع من الأغنية بصوته وعلق عليها لازم علينا نصبره، بغيتوها تكون في الألبوم ديالي أو بغيتوها مشتركة أنا وخاي زهير البهاوي أو بغيتو الجزء الثاني ديالها في الألبوم. وكان من بين المعلقين على السؤال الفنان زهير البهاوي اللي قال خوا لي الشرف أننا شغلنا وشاركتني في كتابة هذا العمل الرائع والله يوفقك في مسيرتك الفنية. وخلال آخر لقاء إعلامي له كشف الحر على أن النسخة الأولى من لازم علينا نصبره كانت غادي تكون ديو كيجمعهم بزوج، إلا أن تصوير كليب الأغنية تصادف مع تصوير الحر أحد الإشهارات فتم التصوير دون الحر، وهو الشيء الذي أغضبه فيما بعد، خصوصا أن البهاوي كان قد روج لمشاركتهما معا في الأغنية. وكشف أيضا على أن الأمر لأهم النزاعات الموسيقية هو العلاقة الطيبة اللي كتجمع ما بين الفنانين. بطلة سلسلة صلاة وسلام زينب الناجم شاركت متابعيها بصورة نشرتها عبر ستوري حسابها بالإنستغرام، ظهرت فيها وهي حليقة الشعر معلقة عليها بخفة دمها المعهودة يلا إلى كاين شي دورها أنا قرعت بسم الله. وصدمت هذه الصورة الجميع حيث سأل الكل عن سبب قيامها بحلق شعرها حتى أعادت نشر منشورة المقربين منها التي تؤكد إصابتها بالسرطان، لكن ولحسن الألطاف الإلهية لازال في بدايته، متمنين لها الشفاء العاجل ومعلنين عن مساندتهم ودعمهم لها طول مرحلة العلاج. زينب الناجم سبق وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي. نتمنى لها ولجميع المرضى الشفاء العاجل. نجم برنامج إكس فاكتور لسنة 2013 الفنان الأردني أدهم النابلسي أعلن خلال هذ اليومين قرار اعتزاله المجال الفني من خلال فيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، متحدثا فيه على أن الهدف الذي سعى لتحقيقه طوال السنوات الماضية لم يكن يرضي الله حسب وصفه، لذلك قرر اعتزال الغناء بشكل نهائي وبداية مسيرة جديدة بأهداف تكون متناسقة مع هدف وجوده في الحياة. ومباشرة بعد انتشار مقطع الفيديو أعرب العديد من الفنانين عن موقفهم إزاء قرار الفنان أدهم النابلسي ما بين مؤيد ومعارض، فجاء رد الفنانة اللبنانية مايا على صفحتها في تويتر بأشتاغ الفن مش حرام الحرام إنك فيه، وعلقت الفنانة السورية فرح يوسف هذا الفن مش حرام، الحرام هو أن تفعل شيئا ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين. فجاء رد النابلسي بأنه يحترم الجميع ولن يرد على الانتقادات لأن لكل أحد حرية التعبير عن رأيه، وقام بحذف 10 أغاني على اليوتيوب في انتظار حذف البقية، وأكد لمتابعيه أنه لن يغيب عنهم، وفي الفترة المقبلة سيقدم أشياء جديدة تعبر عن طبيعته وشخصيته الحقيقية. الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة ممكن في كثير ناس غافلين عنه، وأنا واحد من الناس اللي كنت غافل عنه. احنا وجودنا بالحياة عشان نرضي رب العالمين، نعبد رب العالمين ونكون مثل ما ربنا أمرنا، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في أول خروج إعلامي لها بعد شفائها من المرض تصدرت حلقة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العواضي مع الإعلامية منى الشاذلي ترند مواقع التواصل الاجتماعي، فتحدثت عن تفاصيل أزمة مرضها وأكدت أنها خضعت لعملية طبية نسائية لإزالة الأكياس في الرحم، وأن نفس العملية كانت تجريها كل مرة منذ أن كان عمرها 16 سنة، وكانت الأمور دائما تنتهي بسلام رغم الآلام الكبيرة، إلا أنه في المرة الأخيرة حدثت لها مضاعفات عندما قررت إزالة آثار الجرح في منطقة البطن ما تسبب في إصابتها بثقب في القولون والذي نتج عنه تسمم في الدم، وقالت أنها تلقت الدعم النفسي الكبير من زوجها الفنان أحمد العواضي الذي لم يتركها لحظة خلال فترة مرضها، وعادت من جديد للتفاعل مع جمهورها ومتابعيها من خلال مشاركتهم صور عبر حسابها بالإنستغرام.
النجمة روبي تعيش في هذه الفترة نشاطاً فنياً كبيراً، حيث تألقت في شخصيتها في فيلم بر المنهج الذي يعرض حالياً بالقاعات السينمائية، والذي تلعب فيه دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة. تتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وقالت عن دورها في الفيلم أنها قبلت به لأنه عمل جديد، ولأول مرة البطولة لطفل صغير عمره 10 سنوات من نفس عمر ابنتها تقريباً، وهي حالياً بصدد تصوير فيلم العيل في أول تعامل مع النجم أحمد حلمي الذي علقت عليه بالقول أنها تشرفت بالعمل معه واستفادت من تجربته الكثير، كما تستعد للبدء في تصوير فيلم جروب الماميز بداية يناير المقبل. وقالت في أحد لقاءاتها الصحفية أنها في الحقيقة كأم لديها مشكلة في جروب الماميز، وكانت دائما تفكر في تقديم دور قريب من حياتها الشخصية، كما تستعد للمنافسة في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل بدر البذور والذي يشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين. وعن أعمالها الغنائية فهي تحضر لطرح أغنية جديدة بعنوان كاتشي الصيف المقبل. فيلم بر المنهج المعروض حاليا بالقاعات السينمائية، والذي تم عرضه لأول مرة في ختام الدورة الافتتاحية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد والطفل عمر الشريف. تدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية حول علاقة صداقة بين رجل بالغ في العمر وطفل يتيم يدعى نور، يعاني من التنمر ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة. يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن المنزل يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئا من العالم، وتنشأ علاقة صداقة بين الطفل والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات. قبل ما نكمل أخبارنا غادي نقوم بجولة في إنستغرام ونكتشف آخر بوستات المشاهير. الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني تطلب من متابعيها مشاركتها على اختيار عنوان أغنيتها الجديدة. شارك سعد المجرد متابعيه لايف من حفله بدبي، لكن ما أثار ردود الفعل هو زي سعد واللي سماه الجلباب المغربي بلمسة عصرية. الفنانة نجاة عتابو شاركت متابعيها صورة من الاستوديو معلقة عليها الجديد قريب إن شاء الله. الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التقارير المتضاربة حول الموعد الرسمي لألبوم النجمة العالمية أديل، وسرعان ما أثارت تلك التقارير غضب الكثير من جمهورها بسبب طول غياب ألبوماتها اللي كان آخرها ألبوم هيلو عام 2015. وفقا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، كشفت أن الألبوم في مرحلة التجهيزات الأخيرة وموعد طرحه سوف يكون بالتزامن مع احتفالات الكريسماس. يأتي هذا الخبر بعد أن أكدت أديل منذ أيام قليلة علاقتها بصديقها ووكيل الأعمال الرياضي ريتشل باول، وذلك بنشر أديل أول صورة رسمية تجمعهما معا عبر حسابها بالإنستغرام. وكان قد نشر موقع الديلي ميل صورة تثبت علاقة أديل بصديقها، حيث أشار أن الصورة الجديدة إثبات أنهما يحضران المناسبات الاجتماعية سويا، ويتم رؤيتهما في الخارج واختلاطهما بأصدقائهم من المشاهير. فرقة البوب الكورية بي تي اس سجلت عاما ناجحا بكل المقاييس على جميع الأصعدة، إذ اجتاحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية واحتلت المراكز الأولى على لوائح بيلبورد، كما تصدرت أكثر الأغاني سماعا على منصة سبوتيفاي، ويرجع الفضل لقاعدة المعجبين المخلصين المعروفين بالأرمي. تجاوزت الفرقة يوم الاثنين من هذا الأسبوع 11 مليار تنزيل على منصة ميون، أكبر خدمة بث في كوريا الجنوبية، لتصبح أول فرقة تقوم بذلك. وحطم النجم كيم تي هيونغ الملقب بيفي الأسبوع الماضي موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأسرع شخص يصل إلى 1,000,000 متابع على الإنستغرام في أقل من ساعة، وأسرع شخص يصل إلى 10 ملايين متابع في ظرف 4 ساعات. وأعلنت البي تي اس أنها في الأشهر القليلة المقبلة ستأخذ فترة استراحة لقضاء الإجازات مع عائلتهم. الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت تستعد للحصول على أعلى وسام في السينما الفرنسية يوم 25 فبراير من العام المقبل في دورتها 47، وهي جائزة سيزار الشرفية من أكاديمية السينما الفرنسية، التي ذكرت في بيان لها أنها اختارت الممثلة الفائزة مرتين بجائزة الأوسكار لتكون الفائزة بجائزة سيزار الشرفية والمعادلة لجوائز الأوسكار في فرنسا. تعتبر بلانشيت من بين أكثر الممثلات نجاحا في جيلها، حيث أكسبها ظهورها الأول القوي في فيلم شيخار كابور ترشيحا لجائزة الأوسكار التي ترشحت لها 5 مرات بعد ذلك، ونالت
قدمتها مرتين عام 2005 أمام ليوناردو دي كابريو في فيلم The Aviator وعام 2014 عن فيلم Blue Jasmine. وتنضم بلانشيت لقائمة من النجوم سبق وفازوا بجائزة سيزار الشرفية بما في ذلك بينيلوبي كروز وجورج كلوني وسكارليت جوهانسون. نكملوا أخبارنا مع الكويك نيوز ونرجعوا. الفنان زهير البهوي أعلن متابعيه عن موعد إصدار جديده الفني عبارة عن ديو رفقة الفنانة المصرية كارمن سليمان من خلال نشر صورة تجمعهما معلقا عليها حبك أنت أجمل حاجة في حياتي 31 دجنبر، مشيرا بذلك إلى عنوان الأغنية وتاريخ إصدارها. نشرت هند صبري صورة لها على موقع الإنستغرام بالحجاب وبدون مكياج أثناء أدائها مناسك العمرة في الحرم المكي، وهو نفس الشيء الذي فعلها عديد من المشاهير الذين شاركوا مؤخرا صور توثق لحظة أدائهم مناسك العمرة من بينهم الفنانة إيمي سمير غانم. بعد حادثة إليك بالدوين يوم 21 أكتوبر الماضي والتي أدت إلى مقتل مديرة التصوير ألينا أتشينز، تواصل الشرطة التحقيق في الحادث، فقد حصل الشرطيون المكلفون بالتحقيق في القضية على الإذن بمصادرة هاتف إليك بالدوين. وأوضحت مذكرة مصادرة الهاتف أن بالدوين تبادل بالبريد الإلكتروني رسائل مع المشرفة على الأسلحة في موقع التصوير بشأن نوع المسدس الذي ينبغي استخدامه في التصوير، وعرضت عليه المشرفة على الأسلحة مجموعة من نماذج لكنه طلب أكبر مسدس. ومن غير المستبعد أن يوجه القضاء تهم في حال توصل التحقيق إلى تحديد المسؤوليات على ما أفاد مكتب المدعي العام. فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادلي كوبر وكيت بلانشيت تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال وطموح يدعى كارني يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولبقته في الحديث مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع. حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى أزيد من 2 مليون دولار ب 2145 دار عرض أمريكية منذ طرحه يوم 17 من ديسمبر الجاري، على أن يصل الفيلم دور العرض حول العالم قبل نهاية الشهر. دابا نخليكم مع الإصدارات. علي صامت أكارونت، سيف نبيل ولا إينا شين بول أب. موعدنا كيتجدد بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وأخبار جديدة من برنامجكم بالفيلم.